بهالوقت بدأ يعلى صوت الدمار يلي حاول الإرهاب من خلاله تشويه ملامح حياتنا. بقي صوت السلام يلي حملته الموسيقى بمواهب سورية هو الأقوى. فضيفنا بقي عم بيقاوم على خشبة مسارح الأوبرا السورية بقيادة حفلات الفرقة السيمفونية الوطنية السورية لتبقى الموسيقى صوت سوريا وصد حضارتها وتاريخها. أندري معلولي موسيقي أغرته آلة الكمانة، ومن ألحانها نسج حكاية موسيقي سوري. خلال مسيرته الموسيقية قدر يأسس أوركسترا أورفيوس الموسيقية المؤلفة من 26 موسيقي محترف، كما أنه قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. برغم أنه ضيفنا ولد برومانيا، إلا أنه الولادة الحقيقية بعالم الموسيقى كان على أرض الياسمين. شغف الموسيقى صار نهج لطلابه عبر إدارته الحالية للمعهد العالي للموسيقى بدمشق. هو ضيفنا لليوم المايسترو أندري معلولي.